نشكروا السي محمد كسوة على المتابعة ديالو ديال الكرة، ونقدم كل شيء. الفريق ديال أفورير كيحتل المرتبة الثالثة من الديبي ديال العودة ديالنا، وبقينا مستمرين حتى جاب الله الفرصة هذه اللي سجلنا على فريق ديال موسى. حنا دابا تنحتلوا الصف الثاني ونتمناو نبقاو نمشيو لقدام. الفريق في المستوى، المسائل ديالهم راه كيشدوها بخير وعلى خير، المجلس راه تيعاون، والجمهور ديال افورا كنشكروه بزاف على الالتفاته ديالو، راه فين مشينا كيتبعنا كيساند الجمهور، كنشكروهم بزاف. وتنشكرو حتى السيد المدرب على التشكيله اللي دار ديال الفريق السي رحيلي، كنشكرو المدرب حتى هو على التشكيله ديالو، وله الكلمه حتى هو. السي رحيلي، شنو هما الاعتصامات ديالكم ب هذا الفوز المستحق بالنسبه للفريق ديال افورير، واللي يمكنه باش انه يحتل المرتبه الثانيه بعد رجاء ازيل؟ الحمد لله. السلام عليكم. السي كسوة كيساندنا فيما مشينا الحمد لله، وكما قلنا راه حضرنا في هذا الشيء، حنا ديما دي غادي المقابله احتضنا الصف الثالث، احتلينا الصف الثالث عفوا في الدوره الثالثه، وبقينا غادي صامدين رغم العراقيل بعض الحكام وسميتو، وغاديين واخا كنت صامدين كنتريو مقابله حتى جات الفرصه اللي هي خارج الميدان، والفريق الثاني اللي كان قبل منا انهزم بالميدان ديالو، تعطتنا الفرصه اللي جبنا حنا الانتصار خارج الميدان امام فريق اللي هو قوي، حتى هو تبعنا في سميتو في الترتيب ديالنا بنقطه. هنا كان واحد كانت مقابله ديربي صراحه، كانت مقابله ديال الفريق حتى هو ديال اولاد موسى، فريق قوي لا يستهان به، فريق اللي لعب حتى هو الكره في الخصم ديالو، والحمد لله احنا مشينا على حسب التخطيط الخطط اللي عطيناهم، وراه طبقوا داك الشيء، وحنا دابا غاديين وحده درجه. وتنشكر المكتب والرئيس الجامعه اللي وقف معنا، وتنشكروا الناس والفريق ديال سميتو الجمهور ديال افورير اللي جا من افورير ساندنا، وبعض المحبين اللي ولاد افورير ساكنين في سوق سميتو في ولاد موسى، والحمد لله، ونتمنى التوفيق ان شاء الله.